دي مسألة جات في امتحان 2014، مسألة في منتهى الأهمية، وأنا شايف إنها مسألة صعبة، كانت صعبة فيها تفكير. ليه؟ لأن هو زود المقاومات ولعب بإن مقاومات الدهاني. نقول المسألة الأول، المسألة مديني 4 مقاومات، R1 وR2 وR3 وR4 وR1 6 أوم، R2 مش مدهاني، R3 15 أوم، وR4 مش مدهاني، ومديني التيارات اللي ماشية في المقاومات 4 تيارات، يعني هنا تيار، هنا 0.3 أمبير، 0.3 أمبير، 0.4 أمبير، 0.3 0.2 أمبير، ومديني المقاومة الداخلية اللي اتوصلوا كلهم بطريقة ما في دايرة لبطارية، بطارية المقاومة الداخلية بتاعتها 1، وعايز في باتري، وعايز طريقة التوصيل. احنا تعودنا ان احنا في نوعية المسائل دي نجيب الحاجة اللي نقدر نجيبها، فانا هجيب هنا. بس المسألة هنا هو مش مديني كل الجديد عن نوعية المسائل اللي فاتت، ان هو اداني مقاومات مجهولة، فلو فكرت فيها بطريقة المسائل اللي فاتت هتبقى صعبة، لكن لو فكرت فيها بطريقة تانية جديدة، ايه هي؟ ان انا استفيد من ان هو مديني مقاومات مجهولة، ان انا اقدر افرضها، اقدر افرض المقاومات دي زي ما انا عايز. فالفكرة اللي انا عايز اقولها ان انا ممكن هو احلها بطريقتين على فكرة. تعال نحل بالطريقة الاولانية، ان انا في طريقة حل اللي هي الطريقة اللي احنا حلينا بيها قبل كده، وفي طريقة جديدة. طب انا هحل بالطريقتين. اول حاجة هجيب اللي اقدر اجيبه، هجيب مثلا من هنا ال RI هي V، وهجيب RI هنا V، مش اقدر اجيب هنا حاجة خالص ولا اي شيء، بس اقدر اجيب برضك V بدلالة R2 و V هنا بدلالة R4. تعال نجيب الحاجات دي. بعد ما جبت الفولت، لقيت الفولت يعني فرق الجهد بتاع كل مقاومة مش مفيش حاجة، يعني انا كتبت هنا 0.3 R2، 0.2 R4، ما مش عارف R، انا بفكر كواحد اول مرة بيشوف المسألة وقاعد في الامتحان. يبقى معنى كده ان الطريق ده مسدود قدامي، مش مديني اي علامات، لكن ده مديني علامات. ده برغم ان 0.3 0.3، بس ممكن اقول ان الاتنين دول متوصلين مع بعض على ايه؟ على التوالي. الكلام ده ممكن جايز، بس انا هفكر بطريقة مختلفة، هقول اني اشوف علاقة كده بين التيارات اللي موجودة دي. هلاقي ان 0.3 و 0.3.6 و 0.4 و 0.2.6، يعني التيار كله في 2 زي بعض هنا وفي المجموع هنا زي بعض. فمعنى كده ايه؟ ان الاتنين دول متوصلين مع بعض على التوازي، بما اني معرفش V، فانا عايز اوصل V دي ل 1.8، والاتنين دول متوصلين على التوازي، يبقى انا عايز اوصل V هنا اللي بدأ ل 6 فولت. ده التفكير بتاعي البسيط، يعني ده اول تفكير. نشوف التفكير ده، نرسمه كده ونشوفه وندردش عليه. بعد ما رسمت الشكل اللي انا بقترحه بناء على الفلسفة او التصور اللي انا حطيته، ان 0.6 ماشية فتقسمت 0.3 0.3، 0.6 مكملة هنا برضك فتقسمت ل 0.4 فتقسمت ل 0.4 و 0.2. طب مش معنى كده ان انا اقدر اقول 0.3 في 6، ما احنا عارفين ان 0.3 في 6 ب 1.8 فولت. طب ما فرق جهد هنا يبقى 0.3 في R2 ب 1. يبقى كأن على طول 0.3 في R2 بيساوي 1.8 فولت. يبقى أنا كده أقدر أجيب R2. وهنا في الناحية التانية 0.4 في 15 بكام؟ 0.4 في 15 ب 6 فولت. طب ما يبقى برضك 0.2 في R4 ب 6 فولت. تعال نكتب كده، يبقى 0.2 في R4 بتساوي 6 فولت. يبقى أنا كده بالحل ده قدرت أجيب R4 وجبت قدرت أجيب R2. تعال نجيبهم ونبدأ يعني نشوف المسألة ظبطت معانا ولا لأ. جبنا R2 طلعت 6 لشيء طبيعي، لان هنا 0.3 و 0.3 يبقى دي لازم تبقى زيها. هنا بقى 0.2 و 0.4 يعني دي الضعف، يعني لقينا ان المقاومة هنا الضعف يعني 30، طبعا بالقوانين زي ما عملنا كده.
يبقى انا كده جبت المقاومات، يبقى انا كده اقدر احل اكمل المسألة عادي جدا واجيب في باتري، واجيب في باتري مسألة عادية جدا. هجيب بقى المقاومة المكافئة للدائرة كلها، وعندي ار اي وعندي ال كل حاجة بقى. يبقى في باتري بتساوي ار توتال في اي، وعندي اي اللي هي 0.6 زائد اي ار داخلية، هلاقي ان في باتري هتطلع في المسألة دي في الوضع ده هتطلع 8.4. ده أسلوب حل جديد وعجبني طبعا، وعشان كده بدأت بيه. ده الأسلوب الحل اللي أنا شايف إنه أمثل. طبعا R total هنا يعني عشان برضك الناس اللي هتحل، R total هتطلع الرقم بتاعها هيطلع بما فيه المقاومة الداخلية بتاعة البطارية هتطلع 14 أوم. ده بالإضافة لواحد اللي هو بتاع البطارية، يعني من غير البطارية هتطلع 13 أوم، لأن البطارية بواحد المقاومة الداخلية للبطارية. وشدة التيار الكلي للدايرة هيطلع 0.6 أمبير، 0.6 أمبير، وده واضح زي واضح زي الشمس هنا 0.6 أمبير. عشان الناس لما تيجي تطبق قانون في باتري بتساوي اي ار زائد اي ار سمول، هيلاقوا ان النتيجة هتطلع الرقم اللي احنا قلنا عليه ده 4.8. طب الحل التاني ازاي بقى؟ نبص نشوف الحل التاني كده مع بعض. الحل التاني بنفس التفكير، انا هفترض ان المقاومتين 6 و ار 2 دول متوصلين مع بعض على التوالي، لان مديني تيار 0.3 و 0.3، ده الحل التقليدي يعني. فخلاص اهم دي ار 2، والمنطق بتاعي اللي بستند عليه على ان هما متوصلين مع بعض على التوالي كده ان دي 0.3 ودي 0.3، وده كلام منطقي. دي مش متوصلة معاهم، لا على دي مش متوصلة، دي اقدر اوصلها معاهم على التوازي هما الاتنين. لو انا فارض ان اوصلها معاهم على التوازي، يعني ده التفكير القديم بتاعنا، ان انا اوصل، لان بما ان التيار مختلف فيها فانا هوصلها معاهم على التوازي اللي هي أنهي مقاومة؟ المقاومة 15 أوم اللي بيمر فيها تيار 0.4. دي أنا عرفت فرق الجهد، يبقى لازم يكون فرق الجهد في كل ده 6 زيه زي ده، ودي كمان هوصلها معاهم مع التوازي. يعني التيارات هنا الثلاثة مفيش ما يمنع الكلام ده، انا هظبط شغلي، ما عنديش حاجه تمنعني ان اوصل بالطريقه دي، لان التيار هنا ماشي 0.3 وهنا 0.3، هو بيديني الكلام ده. بس عندي حاجه واحده بس ممكن هي الكي بتاع الحل، ان دي 0.4 في المقاومه في الرقم ده اللي هو هيطلع لي 6 فولت، يبقى لازم فرق الجهد هنا يطلع 6 فولت. انا عندي الجهد بتاع المقاومة الاولانية دي 1.8، يبقى لازم يكون التاني ده 2، هكمل دي عشان تبقى 2.2، يبقى 2، يبقى لازم يكون 4.2، لازم تكون دي جهدها 4.2. اما دي يعني دي لازم يكون جهدها 4.2، اما دي بقى لازم يكون جهدها كام؟ انا عندي جهد دي زي ما اتفقنا 6، لازم دي كمان يكون جهدها 6، فلازم يكون جهدها 6. يبقى دي لازم يكون جهدها 6 ودي جهدها 4.2، وده مفتاح الحل. بعد ما هجيب ال طب هجيب ال ال الجهد ده ازاي؟ ما انا عارف ان ار اي هي فرق الجهد، ار اي ار في اي، يبقى كده لو قسمت ال 4.2 على 0.3 يطلع الار.
لما اقسم فرق الجهد اللي هو 4.2 اللي انا جبته، لان انا ليه جبت ده 4.2؟ لان 4.2 و1.8 اللي هما 6 فولت، اللي هو لازم يكون فرق الجهد بين النقطتين دول اللي هي A و B مثلا، لو فرضنا نسميناهم A و B على التوصيل الجديد بتاعنا، لازم يكون فرق الجهد بينهم 6 فولت. فانا عندي فرق الجهد بتاع المقاومة دي 1.8، يبقى لازم ده يبقى 4.2. عشان ده يبقى 4.2 يبقى ده هيطلع لي ان R2 بتساوي V اللي هي 4.2 على اي على 3/10، يطلع 14 ohm. يبقى R2 طلعت هنا 14 ohm. طب خلاص انا جبت R2 وظبطت الفرق الجهد من النقطتين دول زي وزي النقطة، اظبط بقى هنا. يبقى اقسم هنا 6 على 0.2، يبقى واحدة طلع 14 ohm وواحدة طلع 36 ohm. كل ده عشان اظبط فروق الجهد. خلاص يبقى انا كده حليت المسألة. هنطبق قوانين التوازي وكده، هنلاقي ان R total هتطلع 6.2/3 ohm، يعني كأنها 6.3 ohm. دي مسألة غير المسألة اللي فاتت خالص. وبالتالي شدة طبعا حتى شدة تيار الدايرة اللي داخل فيها، لما اجمع دول بقى مع بعض 0.3 و0.4 تطلع 0.7 0.7 و0.2 و0.9. الدايرة اللي فاتت كان التيار الكلي بوينت، الحل الاولاني كان 0.6، يعني دايرة مختلفة خالص، توصيلة مقاومات مختلفة. هو ما فرضش عليا قيود تانية، توصيلة مقاومات مختلفة ادت نتائج مختلفة، ادت نتائج كل حاجة مختلفة بس كله صح. يعني المسألة دي جت في الامتحان وكان ليها حلين، الحل الاولاني اللي قلناه والحل التاني ده اللي انا حسبت فيه R total، واقدر احسب شدة التيار. الاقي ان ال V battery التيار هيطلع 0.69 زي ما احنا حسبناه لما جمعنا الارقام دي، و V battery هتطلع 6.9، في حين ان في باتري المرة اللي فاتت طلعت 8.4. المرة دي المقاومة الكلية كانت طالعة 6، وطبعا بتوصل على التوازي 6.3. المرة اللي فاتت كانت المقاومة الكلية كانت طالعة 14، بس دي انا مش ضايف عليها المقاومة الداخلية، يعني 7.3. لو ضفت المقاومة الداخلية المرة اللي فاتت يعني دايرتين مختلفين. المرة اللي فاتت هنا كنا جايبين R2 طلع 14 و R4 طلع 30. المرة اللي فاتت كانت R2 طلع 6، في حين ان R2 هنا طلع 14 و R4 كانت طلع 30. بالصدفة R4 طلعت 30 بالصدفة. اذا مسألة واحدة لها حلين مختلفين ونتائج مختلفة، المهم ان انا اكون بشغل مخي بطريقة منطقية.